بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد ان اكون موجود النهارده في الايفنت بتاع حكايه صحه. انا الموضوع بتاع النهارده هيكون عن الحراره في الاطفال وكيفيه التعامل مع الحراره، ونحاول نغير المفاهيم اللي موجوده عند الامهات عن الحراره. في كتير قوي مفاهيم متوارثه وتقاليد ماشيه من كل ام بتاخدها من ام ابيها او والدتها او جدتها، وللاسف معظم المفاهيم دي غلط. فاحنا بنحاول ندي صوره صحيحه من الحراره وكيفيه التعامل مع روح الاطفال، ونحاول نزيل مخاوف الامهات بالنسبه للحراره. شكرا.